سجل 238 هدف و كرة هذا سعيد تتخلص سيطر عليها فهد مسعود فهد يطلع عرضية هذه أنا ما ترجع الكرة مرة ثانية محمد عمر يلعبها جهة العنبري العنبري يشوط تصطدم الكرة المرة أيضا يخل ممكن يخليها فعلا يباصيها يا سلام عليك من نص الملعب طويلة أو عن طريق الأطراف اللي هم يعمون الكروسات وهذا اليامي يتقدم اليامي الكرة معه ياخذها اليامي يامي عرضية يلعبها عرضية هات اللعب على طول حطها في الجول جول تلعب على طول حلوة 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 كانت من عبيد الدوسري واحلى ايضا غطاها على طول منتخب الامارات الكرة تتخلص منتخب الامارات وبالذات الخط الخلفي لان هم هذه هي تلعب على طول حسن اليامي حسن من الكرة ما يحاول يعدي حسن اليامي ياخذها عرضية يطلع عرضية هذه تلعب انما يبعدها مباشرة جليل عبد الله سقر مدرب منتخب الامارات كرة اللعب بالقولة ما تطلع الكرة خارج الملعب ياخذ العنبري ويلعبها يا سلام عليك يلعب على طول محمد عمر الكرة معه محمد عمر هي توصل خطة وشوت عبر الجول فرصة فرصة وضاعت لمحمد عمر برافو عليك العنبري وضحت أماما أن هناك فرص موجودة عند المنتخب السعودي ومنتخب الإمارات هذا أحمد الدوخي الكرة معه ياخذها الدوخي وعرضية وطلع دام وقتل عبر الجول جول يا سلام لإبراهيم سويد يا سلام أحمد الدوخي وعرضية على رأس إبراهيم سويد يحطها وهدف لمصلحة المنتخب السعودي قلت لك الكور العرضية خطرة الكور العرضية خطرة وهذا هو أحمد الدوخي اللي طلعها لإبراهيم سويد اللي حطها على طول براسه على يمين حارس مرمى منتخب الإمارات سعيد جمعة هذا شوف أحمد الدوخي يحطها على طول شايف في مكان سليم تماما على خط الست ياردة ولاحظ اللعبة هذه لاحظ اللعبة هذه اليامي حط لأحمد الدوخي اللي طلعها بعرض الملعب هذا أحمد الدوخي تقدم فيها وطلع بعرض الملعب على رأس إبراهيم سويد اللي يسجل منها هدف المنتخب السعودي إذن هدف للسعودية سجل في دقيقة 28 من زمن الشوط الأول من المباراة اسرع ومثل ما ذكرت يلعب ايضا على الاطراف اكثر الكور العرضيه هذه الكره تلعب قدام الجول انما في سعيد جمعة حارس مرمى منتخب الامارات لغريب محمد عمر قاعد يرص حيطه منتخب الامارات المعموله من لاعبين اثنين فهد وعبد السلام سامي على طول لعب هنا ما في حارس المرمى أصبحنا إحنا لنا شكل في المباراة وهذا هو الآن غريب يطلع عرضية على طول حق الجول أيوة من حارس المرمى محمد خوجلي حلوة 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 غريب يحاول يعدي غريب ياخذها غريب يلعبها قصيرة اللعب وعلى طول يشوط في الجول ويضع